جامعة بولنت أجاويد. مرحبا، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة. حديثنا اليوم عن جامعة بولنت أجاويد اللي تأسست عام 1992 بمدينة زنجلداغ الواقعة بالشمال الغرب التركي، القريبة أيضا من مدينة اسطنبول. الجامعة بتركز بشكل أساسي على تخصص التعدين أو تخصصات هندسة التعدين، لأنه إذا بنرجع بالزمن شوي بنلاحظ أنه الجامعة طبعا بتخصص عليها بسبب موقعها الجغرافي، لأنه إذا رجعنا على الزمن بنلاحظ أنه الجامعة هي كانت سابقا معهد لتدريس علم المناجم بشكل عام، بحكم أنه المنطقة الموجودة فيها مليانة كتير مناجم. فبفترة من الفترات عام 1992 قررت البرلمان التركي بأنه يحول هاي المعاهد والمدارس لجامعة مسماي بجامعة بولنت أجاويد، اللي أخذت اسمها عام 2012 بناء على اسم رئيس الوزراء التركي بهذيك الفترة. مدينة زنجلداغ اللي موجودة فيها جامعة بولنت أجاويد بتبعد عن مدينة اسطنبول تقريبا 300 كيلو متر، وبسبب هدوءها وجمال طبيعتها وبشكل عام لأنه أصبحت هي بيئة مناسبة جدا للطلاب، استقطبت العديد من الطلاب سواء الأتراك أو حتى من الطلبة الأجانب. وطبعا في أماكن سياحية تاريخية متنوعة بالإضافة للأماكن الطبيعية بحكم إطلالها على البحر. الأماكن التاريخية تحديدا مستمدة من الحضارة اليونانية. أيضا الجامعة أغلب تخصصاتها باللغة التركية، ومن أهم التخصصات اللي موجودة في جامعة بولنت أجاويد هي هندسة الحاسوب، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة التعدين مثل ما ذكرنا لكم بأول الفيديو، أيضا متوفر فيها الطب البشري، طب الأسنان، سياحة وعلم النفس، هندسة ميكانيكية، علم الأحياء وعلم الاجتماع أيضا، والتمريض والشريعة وإدارة الأعمال. طبعا كل التخصصات ما فينا نذكرها بفيديو واحد لهالسبب، بتمنى منكم تركت لكم بصندوق الوصف رابط بيحكي عن الجامعة بشكل تفصيلي والتخصصات الموجودة فيها، فيكم تزوروا وتستفادوا أيضا منها. الجامعة في إلى يوس خاص فيها، وبنفس الوقت بتقبل بشهادات اليوس والسات، ومركز الخوارزمي الأكاديمي بيقدم لكم كل الخدمات لحتى تدرسوا اليوس والسات والتومر أيضا اللي هو اللغة التركية، سواء أونلاين أو حتى عن طريق الحضور الشخصي في مركزنا في اسطنبول في منطقة الفاتح. الفيديو لليوم انتهى بالنسبة لجامعة بولنت أجاويد، لكن سلسلة التعريف بالجامعات الحكومية ما انتهت ولا رح تنتهي، ومثل العادة بطلب منكم دائما إذا كان في عندكم أي ملاحظات نضيفة على الفيديوهات أو مواضيع معينة حابين نحكي فيها بقناتنا عبر اليوتيوب، أيضا فيكم تطرحوها بالتعليقات، وأيضا فيكم تتواصلوا معي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الواتساب بالأرقام الظاهرة على الشاشة أو اللي راح تلكون إياها أيضا بصندوق الوصف. يا أهلا وسهلا فيكم، وانتظرونا بكل جديد بقناة الخوارزمي الأكاديمي. سلام.